وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم أرسلتنا أردرس تيلي ميكل البركة للفلوس والجيبنز البستامنس أردرس التشكي ورغزن سلستيني سلفي أرلي يعني أدني كارسر دلخ ولكن أريد نترر إكدخير لمداش كي ديني يدخر لي وريس نكاخ ولا ينري تقلق في اللي تغضب نيكور داري لي اسم الله يجازيكم بخير التماشكو بنا الناس بصغ الأمور الدين ولكن الزرخة دامينيخ غير تسلى فاست حمطي ربي سبحانه وتعالى من اللي غبع داري تسلى فدارت مغارتنس يخطاك ويشار بعد انت ترايس تسامح لان رجز المينا ربما تسفوت الوضع يانس يختنا في غوي ياكو رسلسني تكماي غسلسني تكماي ياكني تفساد لا زون دي غاية تكماي ولا رسلسني تقمار ولا رسلسني سكاكرا المسائل اللي غير شرعية لا انا السامحي لكن التميخ كادر ميسلف باش السرس يقضو ولا اي خلص الضو وامان ولا رجز المينا بس انتر والمينا هندار مقسل تما الاجر الا صحيح البخاري ان زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خطت الصحابي رجز سيق الصحابي نيس الرسول صلى الله عليه وسلم جوزت اتكاخ الزكاة المالين يرجزينو ان نيس الرسول صلى الله عليه وسلم عام ديرين ايرين دار مسيني الاجر يجوز يتمغرت تكا الزكاة يرجزن ارجز الريف الزكاة يتمغرت تمغرت ليس تكا الزكاة إذا مش دار من الأجر نعمل تما دار من الأجر يقولن بشات السنة النبي صلى الله عليه وسلم ريتيني يغسل في الإنسان يقمس أمسلم لله عز وجل خير والإحسان كل يوم دار من الحسنة كل يوم دار من الحسنة إغامينا آخر شهر إلكم شهر ورمي يوجد ميميكا إني مصامحي يزيد شهر أردخت زيادة الحسنات ها واحد الحديث الحديث الثاني ريتين النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا وضع عنه أضله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله إنك النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يسل في قمسة مسلم أرتيس مقول درسي لي ولو الناس صمحك نغدي الناس غير سير دكان دركي لين ترزيت إنك النبي صلى الله عليه وسلم أرتيت قرب سبحانه وتعالى غمالونس غسكلونس يوم لا ظل إلا ظله ورديت قوست تفوكت يعني يخار يجيو قيون نمد أتحرق يعني أرتعرى أتغرق العرق نسن ولكن كرنا نمدنتني تقرب بغمالونس منهم مدلي تصامحني يولي مير الفلوس نغاسي نردو كانك أرق زيغ إذن إخكتر دلتي غماما مسلم اللاب ويختكران تجارتني من اللاب دور تشيك سوالو دار من الأجرة خلي أرقزن دار من بزاف الأجر غير التما إغدار ميلا مسا يستقضوت الغرض أبقي سورة كرهوت بشارت يخسكت نقايت نتقاغ المصاريف نتقميد غاي اللي رتنفع أما غاي تكماي يتبلس الدخان الشراب دلقمرت كذا أوه لأن ربي نيك ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تكون للشيطان عونا على أخيك داك فلاتو تقلق لأن أرقزم زورا بالفلوس عرض من الدنيا قليل كي جمينا والنبي صلى الله عليه وسلم يتيني من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل والله أعلم.